السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط، معكم سلسلة الدروس الإلكترونية لمادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 2020-2021 من تقديم مدرس اللغة الإنجليزية زين العابدين الدراجي، فأهلا وسهلا بكم. Today our lecture about writing, second course, unit 5. اليوم محاضرتنا حول موضوع writing الإنشاء وكيفية كتابة الإنشاء والمواضيع الإنشائية التي تخص الوحدة الخامسة في الكورس الثاني. أعزائي الطلاب، بالنسبة لموضوع الإنشاء اللي هو writing، هنا عندنا إنشاء اللي هو جواب تمرين سي صفحة 62 في كتاب النشاط حول كتابة موضوع إنشاء عن مقارنة العراق وإنجلترا. هذا هو يونت 5 لسن 6 AB 62 Exercise C. طبعا هذا الموجود هنا هو جواب التمرين، وعندنا إنشاءات اثنين في الوحدة الخامسة، لكن احنا راح نخلي نظامنا بأنه في كل وحدة ناخذ انشاء واحد فقط، على اعتبار ان الطالب بمرحلة الاول متوسط مهيئ يحفظ في كل وحدة ياخذها يحفظ لفد انشاء واحد فقط، لذلك راح نتبع هذا النظام. بالنسبة لهذا التعبير احنا نخليه تعبير جدا بسيط يستفاد منه الطالب ويقدر يحفظه ويكتبه، او يقدر الطالب يعبر من عنده، لكن بشرط على نفس هذا الموضوع اللي هو write 6 sentences to compare Iraq and England، يعني يكتب 6 جمل حوالي ليقارن بين العراق وإنجلترا. هنا أنا أما يلتزم بهذا التعبير ويكتبه في الامتحان، أما يعبر تعبير خاص به، لكن شرط على نفس هذا الموضوع. Iraq and England are beautiful countries but they are different. هنا نقول العراق وإنجلترا بلدان جميلان لكنهما مختلفان. خلينا نشوف شلون مختلفان. Iraq has a smaller population than England. العراق تعداده السكاني أقل من إنجلترا، يعني الكثافة السكانية أقل. شلون أقل؟ خلينا نشوف. About 33 million people live in Iraq whereas 53 مليون people live in England، يعني حوالي 33 نسمة يعيشون من الناس يعيشون في العراق، بينما هنالك 53 مليون نسمة من الناس يعيشون في إنجلترا. Iraq is hotter than England. العراق أحر من إنجلترا، يعني الطقس في العراق يكون أكثر حرارة من إنجلترا. The area of Iraq is 438,300 كيلومتر. It is bigger than England which its area is about 130,000 كيلومتر. يعني هنا المساحة مال العراق تكون شنو؟ أكبر من مساحة إنجلترا. مساحة العراق حوالي 438,300 كيلومتر مربع، بينما مساحة إنجلترا 130,000 كيلومتر مربع. هذه هي مقارنة بين العراق وإنجلترا. أما تلتزم بهذا التعبير أو تقدر تنطي تعبير خاص بيك، لكن على نفس هذا الموضوع. لو نجي هنا نقرأ الترجمة بشكل سريع، هنا الترجمة أيضا أنا واضع لكم إياها. الترجمة تقول العراق وإنجلترا بلدان جميلان لكنهما مختلفان. العراق أصغر بالكثافة السكانية من إنجلترا، حوالي 33 مليون نسمة من الناس يعيشون في العراق، بينما 53 مليون نسمة في إنجلترا. مناخ العراق أكثر حرارة من إنجلترا، ومساحة العراق 438,300 كيلومتر مربع، وإنها أكبر من إنجلترا التي مساحتها 130,000 كيلومتر مربع.
هذا هو فيما يخص موضوع الإنشاء للوحدة الخامسة. ومثل ما قلنا عندنا موضوعين إنشاء، لكن إحنا راح ناخذ أهم موضوع، موضوع واحد في كل وحدة، والمطلوب من الطالب حفظ هذا الموضوع بشكل جيد. إلى هنا أعزائي الطلبة نصل إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم التي كانت تخص موضوع الإنشاء للوحدة الخامسة اللي هي الرايتنج، فقرة الرايتنج، وإن شاء الله استفادتم من هذه المحاضرة، ونتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم إن شاء الله.